إن العولمة لم تؤثر كثيرا في المنطقة العربية والشرق أوسطية التي بقيت إلى حد بعيد باستثناء القطاع النفطي ومتفرعاته بعيدة عن قنوات التجارة الدولية في السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. فالحقيقة أن هذه المنطقة تشكو باستثناء تركيا إلى حد ما تشكو من نوع من السكون والركود التكنولوجي والعلمي، فلم تدخل في الصناعات التنافسية عالميا والتي تضر المنافع الكثيرة مثل الإلكترونيات والمعلوماتية والعديد من والصناعات الغذائية والعديد من المجالات الأخرى المطلوبة في فورة التجارة الدولية التي نشهدها منذ 3 و4 عقود. ولذلك رأينا أن الاقتصادات العربية والشرق أوسطية تأثرت بالأزمة الدولية الجديدة فقط عندما اشتدت وضربت الاقتصادات الحقيقية للدول المتقدمة التي كانت تستورد بعض المواد الأولية الزراعية أو المنجمية من دول الشرق الأوسط. وعلى كل حال فالتجارة بين دول الشرق الأوسط وبين الدول الأكثر تطور سواء في آسيا أو أوروبا وأمريكا خارج القطاع النفطي والبتروكيماوي والغاز طبعا هي هامشية للغاية. ولذلك عندما تعثرت الاقتصادات الدولية بقي التأثير السلبي محدودا في بعض مواقع الاقتصادات العربية، بشكل خاص في دبي التي كانت بحالة فورة كبيرة للغاية لم تكن قابلة للاستمرار، والقليل جدا من المصارف في بعض الدول الخليج العربي مثل الكويت أو دول أخرى. إنما الاقتصادات الأخرى مثل الاقتصاد المصري والاقتصاد المغربي والجزائري والتونسي واللبناني أيضا والسوري، كل هذه الاقتصادات لم تتأثر بشكل كبير. تأثرت بعض الشيء تحويلات المغتربين الذين هم في دول الخليج العربي المصدرة للنفط أو الذين هم في الدول الأوروبية بالنسبة لدول المغرب العربي المصدرة لليد العاملة إلى أوروبا. والعولمة بطبيعة الحال ساعدت بعض الدول الناشئة مثل كوريا مثل البرازيل مثل تايوان ودول أخرى إلى الدخول في نهضة صناعية وعلمية وتكنولوجية كبيرة لم يعرفها إلى الآن الدول العربية والدول الشرق الأوسطية. وحتى حركة الاستثمارات الأجنبية ظلت قليلة الحجم إلا في تركيا بشكل خاص، فتركيا بسبب علاقات مميزة ومتطورة مع الدول الأوروبية واحتمال انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عرفت فورة استثمارية كبيرة. لكن تبقى مسائل عديدة تعرقل المسيرة التنموية الشرق أوسطية، وهي البطالة وبشكل خاص البطالة لدى العنصر الشاب والعنصر الشاب المتعلم بشكل خاص، والفقر في الأرياف وجيوب من الأمية الكبيرة وتركز الثروات في أياد قليلة والبنية التحتية القلة
في الاقتصاد الحديث. ومما لا شك فيه أن هذه السمات السلبية للاقتصادات العربية والشرق أوسطية تترجم في هذا الميل المفرط للهجرة، ونحن نعلم أن جزء كبير من العنصر الشاب في المنطقة يحلم بالهجرة باستمرار، ونحن نرى مأساة المهاجرين الفقراء جدا الذين يسعون إلى عبور البحر المتوسط في أخطر الظروف، والعديد منهم أيضا يغرق في البحر يخسر حياته وهو يحلم بالوصول إلى الجنة الدول المتطورة والدول ذات الاستهلاك العالي والدول ذات الحمايات الاجتماعية. وهذه مأساة وهذه وصمة عار سواء على الدول المشجعة للهجرة لكي تتخلص من مشكلة البطالة، أو بالنسبة إلى الدول الأوروبية التي تضع عراقيل والتي ما تزال تشجع ولو بشكل غير مباشر باستيراد اليد العاملة الرخيصة غير الكفوءة واستيرادها بأساليب غير شرعية عبر بعض الناس الذين يأخذون مبالغ طائلة من المهاجرين لكي يؤمنوا لهم الانتقال عبر المتوسط بأهلك الظروف وأصعب الظروف. وهذه مأساة إنسانية أعتقد أن سواء الدول الأوروبية أو الدول العربية والشرق أوسطية يجب أن تقوم بإعادة نظر شاملة في السياسات الاقتصادية وما تؤدي إليه من هذه المأساة، وفي الإجراءات التي تتخذها الدول الأوروبية والتي في نهاية الأمر هي مكلفة للغاية ولا تؤدي إلى أي نتيجة ملموسة بالنسبة إلى تراجع الأعداد الهائلة للمهاجرين غير القانونيين. وهذا يتطلب بطبيعة الحال الخروج من التفكير التقليدي في هذا الموضوع والوصول إلى نوع آخر من التعاون الاقتصادي بين دول ضفة الشمال المتوسط ودول الضفة الجنوبية للمتوسط، لأن الآليات الحالية هي في الحقيقة لم تعطي نتيجة ملموسة منذ مسار برشلونة، إنشاء مسار برشلونة مروراً بالسياسات الجوار الجديدة التي طبقها الاتحاد الأوروبي، وانتهاء بالمشروع الكبير والطموح للرئيس ساركوزي بإنشاء الاتحاد من أجل المتوسط. ما هي الوسائل لمعالجة هذا الوضع المأساوي الذي وصفته؟ هناك وسائل عديدة، منها وسائل لا تمر بالضرورة عبر الحكومات، وهي التضامن النقابي بين نقابات حوض البحر الأبيض المتوسط، سواء النقابات العمالية التقليدية أو نقابات المزارعين أو النقابات المهنية للمحامين أو للمهندسين أو للأطباء. فاستنفار ما يمكن أن يسمى المجتمع المدني والمؤسسات النقابية هي فكرة وجيزة بطبيعة الحال، خاصة وأن الأزمة الاقتصادية تضرب بقوة دول متوسطية شمالية مثل إسبانيا بشكل خاص،
ومثل إيطاليا أيضا ومثل فرنسا، ونرى المظاهرات والاحتجاجات العمالية والنقابية تكثر يوما بعد يوم في تلك الدول الأوروبية. بطبيعة الحال المشكلة في الضفة الجنوبية هي أن النقابات إلى حد بعيد تكون تحت نفوذ أو سيطرة الدول والحكومات، فتحركها هو أصعب من تحرك النقابات في الشمال، مع الإشارة إلى أن حتى النقابات في الشمال قد فقدت الكثير من قوتها التي كان موجودة لديها منذ 30 أو 40 سنة. فالتطورات العولمة والأوجه السلبية للعولمة كما نعلم هي أدت إلى ترك الثروات في الجنوب كما في الشمال بأياد قليلة، إلى ارتباطات غير شفافة وغير صحية بين رجال السياسة ورجال المال والاقتصاد وبين الإعلام، وأن الضغط المتواصل على الرواتب والمعاشات وتصاعد البطالة حتى في الضفة الشمالية من المتوسط لا يساعد أو لم يساعد حتى الآن إلى بروز حركات نقابية عبر الدول عبر الحدود الوطنية، إنما أعتقد أن ربما الظروف الحالية قد تسمح بمزيد من التضامن المتوسطي بين كل الفئات المتضررة سواء من الأزمة الاقتصادية الحالية أو من تطبيقات متشددة وعمياء لمبادئ الليبرالية الجديدة. وطبعا أيضا ضخامة الأزمة الاقتصادية حاليا قد فتحت المجال لإعادة النظر بهذه السياسات النيوليبرالية التي أدت إلى العديد من المشاكل والمآسي الاجتماعية في مناطق كبيرة من العالم. فإلى الآن مثلا أوضاع الأرياف حتى في آسيا أو بالنسبة للمزارعين الأوروبيين أو الأمريكيين، أوضاع الأرياف تتدهور بينما نرى تركز ثروات في القطاعات الصناعية الحديثة في القطاع المالي الذي أصبح يضخ أرباح خيالية توزع بشكل عشوائي وبدرجة أولى على الذين يعملون في المؤسسات المالية وفي البورصات العالمية ويتاجروا بالأوراق المالية. ولذلك لا شك أننا نعيش أياما مستجدة بالأحداث الاقتصادية الضخمة المتتالية، وأنا بتقديري أنه لابد للدول المتوسطية بأن تنشأ آليات تضامن أكثر فعالية مما تم إنشاؤه حتى الآن عبر مسار برشلونة أو عبر الاتحاد من أجل المتوسط الذي يضم كل الدول الأوروبية. ففي نهاية الأمر نرى أن الدول المتوسطية ليس لها في الحقيقة مؤسسة خاصة بها أو إطار مؤسسي خاص بها حيث تجتمع ليس فقط الحكومات والوزراء والقياديين والمسؤولين السياسيين، بل أيضا العناصر الأكثر حيوية من المجتمع المدني وعلى رأسها بطبيعة الحال النقابات. هذا إذا أمكن الحصول على حيز من الحرية للنقابات في دول جنوب المتوسط.
لا أنا أخشى أن يبقى دور منطقة الشرق الأوسط الاقتصادي دورا محصورا للغاية ومقيدا، لأن الاقتصاد الريعي المسيطر عليه من قبل قطاع النفط هو الذي يقيد تلك الاقتصادات وجعل من المنطقة منطقة تعيش اقتصاديا على ريوع مختلفة. حتى خارج القطاع النفطي هناك الريع العقاري مثلا، هناك ريع السياحة، سياحة على ضفاف المتوسط، هذه الأعداد الكبيرة من السواح الأوروبيين الذين يأتون إلى ضفتنا الجنوبية للتمتع بالشمس، ريوع المساعدات الخارجية، ريع تحويلات المغتربين، كل ذلك جعل من الاقتصادات العربية اقتصادات متكلة على مصادر أو تدفقات مالية غير ناتجة عن حركة إنتاجية داخلية محلية كبيرة، كما يحصل في الصين، كما حصل في كوريا الجنوبية، في تايوان، في تايلاند، في سنغافورة، حيث مصادر أو التدفقات المالية ناتجة عن تملك تلك الدول كل التكنولوجيات الحديثة، الترابط بين النظام التربوي والجامعي والحاجيات الاقتصادية والصناعية، بناء صناعات خدماتية على اقتصاد المعرفة، كل ذلك غائب تماما عن منطقة الشرق الأوسط. وأعتقد أن المسؤولية تقع ليس فقط على الحكومات دول جنوب المتوسط وهي مسؤولية كبيرة جدا، إنما تقع أيضا على محدودية نظرة الاتحاد الأوروبي إلى العلاقة مع المتوسط وإلى آليات المساعدات التي سهلت إلى حد ما الانتقال من اقتصادات مغلقة ومن تشريعات اقتصادية ومالية غير مناسبة إلى تحديث كل البنية التشريعية والمؤسساتية بدون ما يترافق ذلك مع تحديث فعليا للاقتصاد الحقيقي. فواقع الاقتصاد الحقيقي ما يزال جامدا للغاية، أي عالم ريفي متأخر بحالة اجتماعية هامشية للغاية دون حمايات اجتماعية، مع جيوب فقر كبيرة، قطاع حديث صغير الحجم محتكر من عائلات قليلة، وطبعا القطاع اللاشكلي من آلاف وآلاف المؤسسات العائلية الصغيرة الذي لا يرتبط بالقطاع الحديث. فهذا هو الوضع، الوضع جامد طالما السياسات الاقتصادية المعمول بها ستبقى على حالها. ولذلك أنا لا أرى في المستقبل القريب تغيير جوهري في هذا الموضوع. وكما نعلم فإن الاقتصاد الريعي والنفطي بمصدره النفطي الذي هو أكبر مصدر، هذا المصادر أو المخزون النفطي يكفي لمئة سنة. فلا أرى في المنظور القريب تغييرا جوهريا إلا إذا حصل اتصال كما ذكرت سابقا بين ضفتي المتوسط، بين قوى حية من الطلاب، من النقابات، من رجال الأعمال المتوسطين الحال، ليس العمالقة الذين يحتكرون القطاع الحديث. وهذه أحداث احتمالية
لا يمكن التنبؤ بتوقيت حدوثها. Hello!